عسلمة مدام. عيسلمك، عايش بنتي، عايشة. مرحبا بيك. بيك عايشة بنيتي. عايش. مدام، عندك مشكل تواجه فيه من الثورة اللي هو فقدين ابنك عمره 24 سنة الطوى مفقود في البحر. ما عندك عليه حتى خبر. من 2011 ركب بالربعة، 2011 ركب الحداش نتاع اللوي من صفاقس من سيدي منصور 47، معناها نفر مع بعضهم في شقف واحد، غرقوا، خرجوا منهم ستة، دفنوهم، هزوهم العائلات نتاعهم، ولدي أنا ما ظهرش للطاو من 2011. بعثونا صفاقس، في صفاقس غاديك عملنا لديان في سبيطار هدي شاكر، وعملت لديان وما ظهر ليش للطاو من 2011. ودخلت هنا المسؤولين كيف كان نقبل حمادي جبالي اسمه اللي في الخارجية، رفيق بوشليكة، قابلت محسن مرزوق، قابلت منصف مرزوق اللي كان رئيس قبل قيس سعيد. منصف مرزوق قابلته، كيف الوجه هذا، قابلنا اسمه الله يرحمه زيادة الاخر هذاك اللي توفى. ما وحكيت لهم على فقدان ابنك؟ حكيت لهم على فقدان ابني، توا ولدي ما ظهرش، قاعد نفركس عليه. مدام خلينا احنا فهمنا الحكايه والكل، احكي لنا التفاصيل، كيفاش صارت الحكايه من الاول، انت كيفاش في بالك معنيها اللي هو باش يحرق؟ ما في باليش انا، والله ما في بالي، انا ما في باليش. هو ركب بالاربعه بالسنين، عنا اولاد هكا منطقتنا هما سبعه فردناهاش. معنيها في اي مش في اي في الايامات نتاع جونفي، معنيها في الوقت هذاك ركب متصوره، معناها بعد ايام بعد اشهر معناها، ولا ليه 2011 ركب ولدي 2011 موسم صيفي. وقت اللي توفى اسمه هذاك حلمي، حلمك اللي قتلوه لهنا ضربوه في الثوره. حلمي اي ولدي في الثوره، ولدي ركب بالاربعه، فهمتني؟ حلمي مات بالثلاث، ولدي ركب بالاربعه. اوكي، معناها في الوقت ذيك، معناها في تنبك الثورة، معناها يعطيك الصحة تنبك الثورة. ركب هو معناها سبعة من فردناهش فرد حومة، السبعة ذوما ما خرجوش، خرجوا جميع آخرين معاهم من الجبل من الفوق يسكنوا في حي الزيتي، خرجوا أربعة. عملوا تليفون لعائلاتهم خرجوهم ومعناها ودفنوهم. أنا ولدي تو من 2011 وأنا أمينتك لهذه الساعة، قابلنا وزير الشؤون الاجتماعيه، قابلنا حسين الجزيري. حسين الجزيري قال نجم نعطيكم معناها الفيزا، تمشوا تتصلوا في باللمبادوزا غادي تشوفوا على اولادكم. ما فماش بنيتي اليوم من هذا، من 2011 وانا قاعده نفركس على ولدي. مدام، الباتو اللي خرجوا فيه الاولاد اللي معاه غرقوا الكل، فماش كون حي فيهم؟ فما الحي، قعدوا في ايطاليا، ما حبوش يعرفوا. ما نجمتش تتواصل معاهم؟ حبيت نتواصل معاهم، واتصلت بالسلطات هنا ومشيت قابلتهم، قابلت معناها الدوله، قابلتها. هذوما الاولاد اللي مشاو معاه هما ينجموا يعطيوك حتى معلومات يقربوا لك؟ قالوا لي خليناها في الشقف، كهو الاولاد خليناهم في الشقف، احنا قعدنا اربع سوايع نعوموا في الماء، فهمتني؟ اربع سوايع وكلمونا الحق من لمبادوزا من غادي. اي الاولاد اوكي، معناها تواصلت معاه؟ كلموني قالوا لي يا خالتي فضيله راهو مسير، انا الاولاد خليناهم في الشقف، ونحن قعدنا اربع سوايع باش وصلنا لمبادوزا. والله الله يرحمهم هكاهو، ومشيت حتى السلطات الكل، وشكيت للدوله الكل، وشكيت بحث حتى للرئاسه. قابلنا في الرئاسه، قابلت مصر مرزوق، قابلت اسمه ذاك اللي مات، هذاك حتى اسمه نسيته على فمي، ذاك اللي توفى رجل كبير نسيت اسمه، الباجي قايد السبسي، قال لي باجي يرحمه بفعله، قال لي باش تدخل نلبس الشورت ومريوم فركس لكم على اولادكم، على اولادكم. من 2011 47 ركبوا من مع ولدي 47 نفر من الجبل الاحمر، لا اثر ليهم، ماتوا، منعوا كان اربعه قعدوا في ايطاليا. برشا توفيوا في الثوره، برشا 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 غرقوا وتوفيوا، وبرشا مفقودين زيادة مدام. هو اللي قاعد يخدم عليا، وهو اللي متكفل بيا، وهو من مشى هو انا ضعت، من مشى كترى امينتك في الشارع ضعت. عندك ولاد اخرين مدام؟ ما عنديش، عندي هو الوحيد، هو السند ولدي عندي، ولومنا هذا انا كان عطوني الجثه، قالوا لي ولدك هو موجود، فهمتني؟ الجثه ها والقبر كيما صحيح، عائلات اخرين لاولادهم. انا نطمئن، انا عادي في سيكاتر توا، سي نورمال، عادي في الرازي، سي نورمال مدام، نشرب الدواء هذا الكل على جاي ولدي، ما عطونيش توا. نعم ريت الاديان عملته جي اربع مرات في صفاقس، عملت هنا في نهج غانا، جبدولي من الكعبه، جبدولي من ظهري،
لتو لهذه ساعة. الجبهات السلطانية كي مشاو خرجوا الأولاد هذوما فما كعبات خرجوا من صفاقس مدفونين راسه ذنبة في السلطانية في صفاقس. ولدي أنا مش موجود. نطلب من الدولة ونطلب من الدولة تتحرك ومن الرئيس ربي فايد القيس سعيد يشوف لنا على أولاد المفقودين، يشوف لنا نتاع 2011، يشوف لنا الآثار أولادنا نتاع 2011 يزروا يا حيين يا موت، أعطونا الجثث أعطونا القبورات. فأنا حاجتك بقبر لولدك معناها على الأقل تمشي تزور ولدك. يرحم والديك ما حاجتي بشيء، نحب على قبر. هذاك ما نطلب بنيتي، هذاك هو ما نطلب. إن شاء الله ربي صوتي إن شاء الله يوصل، إن شاء الله صوتي يوصل للشعب يا ربي، إن شاء الله صوتي يوصل توصلوا لي صوتي. بخصوص فقدان ابنك، شنو تكهناتك؟ تكهناتي ولدت هيما. لا معناها تتخيل ساعات انه ينجم يكون حي؟ لا صليت صلاة استخارة ولدي توفى، ريتو معناها تكشفت عليه، كشفت عليه ريت ولدي اللي توفى متوفي. اما جريت بميمتك جريت قعدنا ريت من 2011 حتى 2018 واحنا نجريو ونجريو من الإدارة لإدارة. عملنا اعتصام، اعتصمنا في المسرح، اعتصمنا في كارتاج، اعتصمنا في الشؤون الاجتماعية، في المنتدى، في حقوق الإنسان، السلم حقوق الإنسان يعرفوني كلهم أنا. نقول لهم فضيلة دشراوطة يقول لك نعرفوها، هذيك الوحيدة المرة اللي نعرفوها. ولومنا هذا ولدي لا أثار عليه. لا أثار، لا أثار، لا أثار. نترجى أنا من الدولة ونترجى من الرؤساء ونترجى من الدولة ومن الرئيس قيس سعيد اللي خرجنا إن شاء الله يوصل إن شاء الله صوتي، نحب صوتي نوصله أنا، يخرجونا أولادنا. وتبلغوا لي صوتي معناه باش نحب صوتي يوصل. هذاك ما حبي الله هو حرق مع ولاد الحومه معناها ولا فما حوم خلطه؟ اي ولاد الحومه ولاد مش بالاحمر هنا. انا مش بالاحمر ميمه. سبعه فردناه هكا سوغ ميتو الكل. 47 حاسيلو 47 ركبوا وعملوا جمعيه، عمل جمعيه زي رئيس الجمعيه قاعد يمشي لتالي ويجي يقول لي ولادكم هم موجودين، ولادكم هم حيين، ولادكم هم باش يكلموك، قاعد يخدم بولادنا نحنا، فهمتني؟ معناها كي خرج عمره 24 سنه. 24 ولدي عمره، امي كان عندي بورتابل ما لغى ما جبتش، عنده 24 سنه ولدي، ولدي تنبك شباب وخرج، تنبك شباب، هذاك الوحيد اللي عندي، راه فيه وفي ربي، ريتي الراه من لوطه وربي من فوق. عليك يا مدام ان شاء الله ربي يصبرك. عندك حق مدام، انت تشدي الغصه برشا كي تفكر ولدي تشدي الغصه. ولا بلا بلا شاكش بنات عندي كان هو كان هو كان هو وربي يرحم وليدي كاو. ان شاء الله ربي يرحمهم بالطبيعه. يزورني وكاو هذاك ما نحب ان شاء الله توصلوا لي صوتي وكاو. اكيد مدام صوتك يوصل. صوتي فانا قناه خليني نتفرج خليني نبرد على قلبي. يومي جا تي في القناة مدام تو نعطيك الرابط. خلي لك الكلمة الأخيرة. أنا نطلب من الرجاء من الدولة ونطلب من السلطات ونطلب من أي دولة، من أي دولة تحركين على أولاد، نطلب من قيس سعيد ربي يفضله والله ينور وإن شاء الله يعطيه الصحة كما عمل نظفها البلاد خلاها البلاد كما نحبانا، يخرج لنا وليداتنا يظهر لنا على وليداتنا، نحب نشوف وليداتنا فين؟ فين مدفونين؟ فين مدفونين في تونس ولا في ايطاليا؟ هذا كما نطلب يا بنيتي. يعطيك الصحة يا مدام وإن شاء الله ربي يصبرك. ربي يفضلكم وربي ينوركم الله يبارك لكم.